وللحديث حول هذا الانتصار البحريني ببلوغ منتخبنا الوطني بكرة اليد إلى نصف نهائي الأولمبياد، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد النائب علي إسحاقي. سعادة النائب، نبارك لكم ولأنفسنا هذا الفوز العظيم، وتعليقك على فوز المنتخب. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على الاهتمام وأشكركم على التغطية الطيبة، وأحب أبارك لسيد سمو الشيخ ناصر رئيس مجلس الأعلى شؤون الرياضة، ولسمو الشيخ خالد بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية على دعمهم المتواصل لهذا المنتخب اللي تم إعداده إعداد جيد للظهور اللي ظهر عليه في المباراة السابقة. طبعا المنتخب احنا تنتهيت من فتره وكان في خطط مرسومه على اساس احنا نقدر نمتدد الخطط تقريبا 3 سنوات. كان وضع خطه لاعداد المنتخب للتصفيات الاولمبيه، والحمد لله الفريق قدر يوصل للمباراه النهائيه، ولكن احنا نعم فزنا على بطل اسيا المنتخب القطري، ولكن للحين ما حققنا الهدف الاساسي اللي احنا رايحين له وهو التاهل الى اولمبياد طوكيو. فان شاء الله ان المنتخب كان مباراه بكره امام منتخب كوريا ان شاء الله باذن الله تعالى. نائب علي اسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكره اليد، شكرا جزيلا لك.